استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في قصر القضيبية هذا اليوم فخامة الرئيس إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف الصديقة والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارة فخامته لمملكة البحرين. ولدى وصول ضيف البلاد الكريم إلى قصر القضيبية جرت لفخامته مراسم استقبال رسمية، وعزف السلمان الجمهوري لجمهورية المالديف والملكي البحريني. سلام جمهورية المالديف وسلام مملكة البحرين. سلام. قف. Kisban!
ثم صافح فخامته كبار المستقبلين من الجانب البحريني، فيما صافح جلالة الملك المعظم أعضاء الوفد المرافق لفخامة رئيس جمهورية المالديف. بعدها عقد جلالة الملك المعظم اجتماعا مع فخامة رئيس جمهورية المالديف بحضور أعضاء الوفدين المالديفي والبحريني. تم خلاله استعراض علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط بين البلدين ومجالات التعاون المشترك وسبل دعمها وتنميتها على المستويات كافة، إضافة إلى آخر التطورات السياسية على المستويين الإقليمي والدولي. ورحب جلالته بضيف البلاد الكريم معربا عن تطلعه بأن تسهم زيارته للمملكة في تعزيز وتطوير العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون والعمل المشترك لتحقيق مصالحهما المتبادلة. فيما أعرب فخامة رئيس جمهورية المالديف عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على ما أحيط به من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معربا عن سعادته بزيارة مملكة البحرين ولقائه بجلالته. واستعرض الجانبان العلاقات الطيبة الوطيدة وفرص التعاون بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية والآفاق المستقبلية لتعزيزها وتطويرها. وأكد حضرة صاحب الجلالة حرص مملكة البحرين على مد جسور التعاون وتقوية روابط الصداقة مع جمهورية المالديف بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين ويخدم مصالح شعبيهما الصديقين. وأكد الجانبان السعي المتبادل لتوثيق وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الحيوية وغيرها من أوجه التعاون المشترك. كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف الصديقة، سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتم الآن التوقيع على عدد من المذكرات التفاهم بين مملكة البحرين وجمهورية المالديف الصديقة. To sign the agreement in behalf of Bahrain, His Excellency Dr. Abdul Latif bin Rashid Ziyani, the Minister of Foreign Affairs, and to sign it in behalf of the هذا وبحضور جلالة الملك المعظم وفخامة رئيس جمهورية المالديف، وقعت وزارة خارجية مملكة البحرين ووزارة الخارجية بجمهورية المالديف للمشاورات السياسية تهدف إلى تعزيز العلاقات الودية والتعاون بين الطرفين وتبادل الآراء على مختلف المستويات بشأن المسائل المتصلة بالعلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. وقد وقعها من الجانب البحريني سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، بينما وقعها من الجانب المالديفي سعادة الدكتور عبد الله شاهد وزير الخارجية. مذكرة تفاهم بين أكاديمية محمد بن مبارك الخليفة للدراسات الدبلوماسية بمملكة البحرين ومعهد وزارة خارجية جمهورية المالديف بشأن التدريب الدبلوماسي وتبادل المعلومات. وتهدف مذكرة التفاهم إلى إقامة وتطوير التعاون المتبادل المنفع لتدريب دبلوماسيين في مجال الدبلوماسية وتبادل المعلومات حول القانون الدولي والقانون الدبلوماسي والتخصصات الأكاديمية الأخرى ذات الصلة بممارسة العلاقات الدبلوماسية والدولية. وقد وقعها من الجانب البحريني سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، بينما وقعها من الجانب المالديفي سعادة الدكتور عبد الله شاهد وزير الخارجية. مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية المالديف في مجال تغير المناخ، تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجال المسائل البيئية، لا سيما بشأن التكييف مع التكيف مع تغير المناخ
والاعتراف بالتهديدات المماثلة التي يشكلها تغيير المناخ على كلا البلدين كدول جزرية صغيرة نامية. وقد وقعتها من الجانب البحريني سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، فيما وقعها من الجانب المالديفي سعادة الدكتور عبد الله شاهد وزير الخارجية. مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية المالديف بشأن التعاون في مجال تنمية الشباب والرياضة، وتهدف إلى تعزيز وتطوير العلاقات الودية في مجال تنمية الشباب والرياضة بين البلدين، مع الالتزام بالتشريعات الوطنية والنظم العامة المطبقة في كلا البلدين. وقد وقعها من الجانب البحريني سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة، فيما وقعها من الجانب المالديفي سعادة أحمد مهلوف وزير الشباب والرياضة وتمكين المجتمع. وقد سلم سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة شهادة أعلان جمهورية المالديف كشريك لمركز خدمات الشحن البحرية الجوية العالمية في البحرين. كما سلم سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية شهادة منح جمهورية المالديف حق السيادة على معلومات المشتركين التابعين لها في مراكز الحوسبة السحابية القائمة في مملكة البحرين إلى سعادة وزير خارجية المالديف. وقد بارك عاهل البلاد المعظم وضيف البلاد توقيع هذه الاتفاقيات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز مسارات التعاون المشترك بين البلدين. وقد أقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مأدبة غداء تكريما لفخامة رئيس جمهورية المالديف والوفد المرافق. وقد تشكلت بعثة الشرف برئاسة سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية.